سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد سجل عمليات البحث التي قمت به على حسابك انستغرام لايت، وكما ترون سوف نكتشف هذه الميزة لمعرفة أو اكتشاف البحث الذي تقوم به على حسابك انستغرام لايت، وهو سجل سوف تجد فيه جميع الأشياء التي قمت بالبحث عنها. سوف نأتي إلى الأسفل هنا كما ترون، نقوم بالضغط عليه. بعدها نأتي إلى الملف الشخصي الخاص بنا، نأتي إلى الأعلى، نقوم بالضغط عليه، ثم نأتي إلى الإعدادات في الخيار الأول. بعد ذلك نأتي إلى هنا الأمن، نقوم بالضغط عليه، وبعد ذلك نأتي إلى سجل عمليات البحث في الأسفل هنا في هذه الخيار، نضغط عليه، وهنا سوف تجد سجل عمليات البحث ومجموعة من الأبحاث التي قمت بها. لا يوجد لدي سجل عمليات بحث لأن حسابي جديد، ولكن يمكنك أن تجده في حسابك. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.